خليني اخدكم ونطلع على الماتش اللي شغال ده، نهائي دوري ابطال اوروبا ليفربول وريال مدريد. والى الان ريال مدريد متقدم بهدف على ليفربول في الدقيقه 59 من الشوط الثاني. يا صلاح والنبي حط جول يا صلاح، الوحيد اللي يقدر ينقذنا بإرادة ربنا سبحانه وتعالى هو محمد صلاح. ينقذنا يا يوسف؟ هو احنا من ليفربول ولا ايه؟ صلاح بيلعب في ليفربول يبقى هينقذنا. طيب، من قلب الملعب زميلنا العزيز الصحفي بجريدة وموقع sport.fr الفرنسي الأستاذ محمد منظور، أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ يوسف. أستاذ محمد إزاي الحال؟ ربنا يخليك. طبعا انا مش متسنى ليا ان انا اشوف الماتش لاني على الهوا، فاولا نفهم منك يعني كده ايه اللي بيحصل، وها طمنا على مو، طمنا على ابو الصلح. والله المباراه كانت ماشيه في الشوط الاول زي الفل، وكان صلاح قريب جدا من التهديف ودخل المباراه بشكل كبير جدا وعمل كذا كوره كويسه، تصدى ليهم كورتوا، لكن الشوط الثاني الهجمه الوحيده في المباراه تقريبا، احصائيات الشوط الاول كانت بتقول ان ليفربول سدد 8 تسديدات منهم 5 تسديدات على المرمى مقابل 0 تسديده لريال مدريد. حتى في الشوط الثاني 0 تسديده لريال مدريد، حتى الهدف اللي احرزه ريال مدريد كانت من تسديده المفروض ان هي متشاطه على المرمى لكن مرت بالعرض واحرزها فينيسيوس جونيور. يعني اعتقد ان هي بطوله، مش عايز اقول بطوله الحظ، لكن هو فعلا ريال مدريد بيصطفوا حسن توفيق بشكل غير طبيعي من بدايه الادوار الاقصائيه في هذه البطوله مستمر لحد اليوم. نتمنى في ال 10 12 15 دقيقه الباقيين ان الامور تتغير وان محمد صلاح يحرز هدف وان ليفربول يفوق يعني. طيب وماني شغال في الملعب كويس مع صلاح ولا واخد جنب؟ والله الفرقه كلها كانت كويسه جدا في الشوط الاول ولحد ربع ساعه في الشوط الثاني، وما يعني ليفربول دلوقتي مسيطر تماما على وسط الملعب، لكن يعني الوضع صعب شويه، الوضع صعب. ريال مدريد طبعا عنده خبرات، طبعا في توفيق بشكل كبير، لكن هو عنده خبرات انه يقدر يحافظ على المكسب، يقدر يحرز كمان هدف ثاني، لان عنده سرعات كبيره جدا عن طريق فينيسيوس جونيور في الجناح الايسر. اعتقد ان المباراه صعبه، لكن وارد نشوف اهداف في الوقت اللي فاضل ده، لان احنا شفنا طول البطوله اهداف من ريال مدريد في الدقائق الاخيره، نتمنى ان احنا نشوف اهداف ضد ريال مدريد في الدقائق الاخيره. انا شايف كنت في المدرجات من شويه صور بتتناقلها المواقع ووكالات الانباء لمشجعين ليفربول وهم لابسين لبس فرعوني وحاجات من هذا القبيل، فقلت يعني ايه مش معقول نخيب ظن كل الناس دي. والله الناس كلها كده مركزه مع صلاح. كانت الاجواء جميله جدا استاذ يوسف قبل المباراه، كانت الاجواء رائعه جدا، كان في يعني روح رياضيه جميله من الجمهورين، انا كنت وسط الجمهورين قبل المباراه، لكن حدث تدافع بشكل غريب جدا قبل المباراه، سوء تنظيم غريب جدا من الامن الفرنسي قبل المباراه، يعني انا ما شفتش كده ابدا، انعدام تام للكوردونات اللي هي بتكون حوالين الملعب. احنا في 2016 هنا تم تنظيم كاس الامم الاوروبيه يورو 2016، وكان التنظيم اكثر من رائع، حتى في المباراه النهائيه كانت الكوردونات معموله بشكل جيد حوالين الملعب. لكن النهارده تم اقتحام الكوردونات بالكامل، في 15000 تذكره مزوره، الناس طلبت ان هي تدخل، ناس حاملي التذاكر فشلت ان هي تدخل المباراه، حدث تدافع، حصل اصابات، حصل اغماءات، الوضع كان سيء جدا بصراحه. يعني انا من وجهه نظري الامن الفرنسي فشل تماما في تنظيم هذه التظاهره اللي بينجح فيها حتى دول وانديه يعني دول اقل من فرنسا بشكل كبير. يعني كان في 15000 تذكره مزوره زائد تدافع ومحاولات اقتحام للمدرجات بالعافيه؟ فعلا حدث، وحدث تسلق اسوار الملعب قبل المباراه، وحدث هرج ومرج بشكل كبير، وده بسبب ان الامن الفرنسي ما قامش بالدور اللي بيقوم بيه. هم قالوا ان في 7000 جندي هيأمن المباراه، لكن انا شايف ان في تقصير امني غريب جدا حدث، شفته بعيني طبعا ولمسته، ويعني مش قادر اقول لك المشهد كان عامل ازاي. يعني الحقيقه الواحد ما كانش عنده حتى استعداد يتصور، لان الواحد كان خايف، كلنا كنا خايفين من المنظر. الى هذا الحد يعني كان في خوف لديكم حتى كصحفيين ومتابعين متعودين احيانا على مثل هذه الاجواء، كان لديكم خوف؟ والله في ناس فشلت حتى تدخل الملعب معاها تذاكر سليمه وتدخل الملعب، وفي ناس يعني ما كانش معاها تذاكر خالص ولا حتى تذاكر مزوره ونجحت في دخول الملعب سواء بتسلق الاسوار او بالتدافع الكبير جدا والخوف من مواجهتهم. يعني
طيب وانت متوقع بقى استاذ محمد مثلا بعد ما الماتش يخلص ايا كانت النتيجه، تتوقع المزيد من التجمهر او لا قدر الله اي شكل من اشكال العنف او العشوائيه، ولا هيكون الامن وقتها عرف انه يلملم شتاته ويسيطر على الوضع؟ يعني انا اعتقد ان لا مش هيحصل حاجه، اعتقد ان بعد المباراه ان شاء الله مش هيحصل حاجه، يعني اتمنى ان ده ما يحدثش. لكن انا شفت جمهور ليفربول وجمهور ريال مدريد قبل المباراه، كان في يعني كان التشجيع عادي جدا، ما كانش فيه اي مشكله، ما كانش فيه اي ازمه، كانت الناس بتتعامل بشكل لطيف جدا، كان الوضع لطيف. لكن هو بس حدث التدافع وقت المباراه، لكن قبل دخول المباراه طبعا، لكن اعتقد ان بعد المباراه هيكون الامور ظريفه ان شاء الله باذن الله. باذن الله اشكرك جدا 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 من قلب الملعب الاستاذ محمد منظور الصحفي بجريده وموقع sport.fr.